المختلفة، وهل تحولت للديجيتال والتكنولوجيا ولا لأ. فلا، عندنا مثلا الميديا تحولت تقريبا بالكامل للديجيتال، البروفيشنال سيرفيس بعض الحاجات لسه، بس الأغلب تحول. اللون الأخضر معناه تحولت بالكامل، اللون الأخضر خفيف ده يعني لسه حاجة بسيطة، اللون الأصفر نص نص، اللون الأحمر يبقى مفيش حاجة خالص. لو جينا نلاحظ هنلاقي من أسوأ الحاجات الكونستراكشن، الميديا الحمد لله وصلت لمستوى حلو جدا، الكونستراكشن لسه تمام، حتى متخلفة عن الجافا ريمنت. تقريبا الحاجة الوحيدة اللي ساندة الكونستراكشن هو مجال البيم، وده بيدينا مجال أو بيدينا فرص حلوة إن الواحد يبدأ يتعلم برمجة ويبدأ يعمل حاجات كتير جدا في المجال دوت. ف يعني ما تاخدوش بوضع يأس أو وضع حاجة وحشة، لا، ده إن شاء الله ده معناه فرص عمل كويسة بإذن الله.